مركز شرطة طفل، سعيدة حسن إسماعيل مصطفى، سيد قاضي أبو الحسن مصطفى، مركز شرطة قنا، فاطمة حزمي عثمان الطبيعي، أحمد علي محمد علي، أمنة حسن علي محمد، عبد الواحد محمود عاصم عبد الرحيم، مصطفى محمد علي، حسن مصطفى محمد علي، مركز شرطة قوس الفائزين بكبار السن، محمدين مبارك محمدين علي، محمد محمدين مبارك محمدين، فاطمة سعد الله أحمد سعد الله عنوان، سعيدة محمد سالم محمد، رمضان طلب بدين حسين، رفاعي رمضان طلب بدين، الفائزين من كبار السن مركز شرطة نجع عمان، هدى علي أحمد السيد محمود محمد محمود محمود، انتهاء قرعة كبار السن. إعلان أسماء الفائزين من الأساسيين. سافر علينا بالسلامة إن شاء الله، ويكون في وداع المفسدة في المطار. وبالنسبة للمشايخان في الحظ هنقول له برضه ان شاء الله هيبقى فرصه ثانيه من حيث ده طبعا اسمه ونصيب. انا بشكر طبعا سياده الله صلاح حسان وسعد وزير الداخليه والجهه العامه هنا وسياده اللواء حازم وكل الموجودين الهيئه من الاوقاف، الدكتور الشيخ محمد نظري هو لسه طبعا مشرفنا في المحافظه، بنرحب بيه بنرحب بيكم جميعا وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سادة الحضور،